السلام عليكم دكتور سمير نعيم أسعد، أستاذ الغدد الصماء والسكر في كلية طب جامعة الإسكندرية. أنا يعني حدي نبذة بسيطة عن جزء من فعاليات المؤتمر الغدد الصماء المنعقد حاليا في الإسكندرية في 1 و2 مايو 2019. أنا هتكلم بالنسبة لحضراتكم عن موضوع مهم اللي هو علاقة نقص فيتامين د ومرض البدانة. حضراتكم عارفين إن زيادة الوزن والبدانة نتيجة نسبة الدهون بقت منتشرة في جميع المجتمعات، ووجد إن في علاقة من نقص فيتامين د وزيادة الدهون. العلاقة بتنتج إن البدانة بتعيق الناس إن هي تتعرض للشمس، دي أول حاجة. تاني حاجة إن نسبة الدهون اللي موجودة في الجلد بتخلي الفيتامين د المصنع من الجلد بعد تعرض لأشعة الشمس قليل، فبالتالي السمنة بتؤدي إلى نقص فيتامين د، وفي نفس الوقت النقص فيتامين د بيزود ترسب الدهون في الجسم، فبالتالي في المرضى البدانة لازم قياس نسبة فيتامين د في الدم. والنسبة دلوقتي يعني زمان كانت صعبة القياس، لكن دلوقتي بقت في معظم الأماكن والجامعات والمعامل بقت يمكن قياسها. وفايدة فيتامين د هنا كعلاج فقط لما يكون النسبة منخفضة جدا، هنا ممكن تعويض فيتامين د يساعد المريض البدين ان هو طبعا مع النظام الغذائي والصحي والرياضه يساعده ان هو يفقد وزن باذن الله. وشكرا.